هذا الإقبال الكبير للصلاة في الحرم الإبراهيمي في جميع الصلوات وليس في صلاة الجمعة فقط هو دليل على تمسك أهالي مدينة الخليل ومحافظة الخليل بهذا المكان المقدس، وأن هذه الإجراءات الاحتلالية لا تثني المواطنين الوصول إلى الحرم الإبراهيمي الشريف. احنا بنعاني من وصول للحرم الإبراهيمي الشريف بسبب الإجراءات الإسرائيلية، بسبب إجراءاتهم التعسفية، بسبب حصارهم ومعارضة المستوطنين للحرم الإبراهيمي الشريف، فكان يمنع الوصول، ولكن الحمد لله الآن يعني الناس صحصحت شوية إنها تتواصل الحرم وإنه الحرم ما يضلوش وحيد لحاله. فلذلك إحنا كمواطن فلسطيني ساكن في البلد القديمة في جوار الحرم الإبراهيمي الشريف بدعو المواطنين بعد العيد بعد رمضان ما تكون عباد رمضان توجه للحرم، توجه للصلاة بالحرم، مش مطلوب منك تجي تقاتل، مش مطلوب منك تضرب بحجار على الإسرائيليين، مطلوب منك فقط يا مواطن يا خليلي يا مسلم تجي بس فقط تصلي بالحرم الإبراهيمي الشريف حتى يسمع الاحتلال، وأذناب الاحتلال الحرم للمسلمين ما في خوف، ما في بعبع في الحرم الإبراهيمي الشريف. بننزل حوالي 120 ل 150 متطوع ومتطوعة، بنعمل على تنظيم دخول وخروج المصلين للحرم الإبراهيمي، فرق إسعاف متخصصة، عندنا سيارتين إسعاف متواجدين هون يعني باب الحرم،